الإخوان السلام عليكم. باسم آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة ربع صوب عين السمن كنوجه هذا النداء العاجل جدا للمسؤولين يعني وذوي الضمائر الحية. راه لا يعقل مؤسسة تعليمية وقدامها المزبلة. راه لا يعقل، راه الرائحة كريهة كتخنقنا الابناء ديالنا والاطفال ديالنا. راه لا يعقل ان واحد يستافد من النظافه وواحد ما يستافدش. هذه نقطه سوداء امام مؤسسه، ها هي انتم مؤسسه قدامها الزباله 2020، راه ما بينها وما بين المؤسسه 10 متر. هذا نداء موجه لجميع الضمائر الحيه وجميع المسؤولين يتحمل المسؤولية التاريخية في هذا المستوى ديال النظافة، وبالأخص شركة أوزون على أن تتحمل المسؤولية ديال التفويض التدبير المفوض ديال القطاع النظافة. راه لا يعقل. هذا نداء من آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة روسو إلى جميع المسؤولين بأنه تدخلوا تدخل عاجل من أجل وضع حد لهذه النقطة السوداء هذه.